يحدث مرة في كل 100 سنة مثلا. فيرونا فعلها نعم في الثمانينات مع المدرب الكبير فانيولي، وهذه الكرة ممكن. أوه! أوه! يا كوينتا أو كواليانيلا، كواليانيلا كواليا، لا يا كوينتا، يا كوينتا دفع الفاتورة. نعم، وهدف أول في المباراة، لكن على قدر كبير من الجمال، من الجمال ومن الروعة. ويا كوينتا في المكان والموعد المناسب، وبالتالي كرة، شوف الرومانيستي، يا سلام الرومانيستي السابق، وهذه كرته، وبعد يا سلام بهذه الصورة. شوف 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 يا جماعة الخير، أكويلاني في كلمتين، البساطة كما يجب أن تكون، البساطة كما يجب أن تكون هي التعريف المناسب.